ونستقبل هاتفيا ايضا محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الاهرام. استاذ محمد بعد التحيه، اذا كما عرضنا منذ قليل هذا التقرير الخاص بالعلاقات الممتده بين مصر والكويت، يعني ابرز المراحل لو حضرتك تذكر لنا ابرز المراحل التاريخيه في العلاقات بين البلدين. العلاقات المصريه الكويتيه متجذره عبر التاريخ وتعد نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية. مصر تؤكد دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما شأنه أنه يحقق أمن الكويت واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا. كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أوائل الرؤساء الذين هنأوا الكويت باستقلالها عام 1961، وارسل له ارسل الى الشيخ الراحل عبد الله السالم امير الكويت وحينها برقيه، وحدد له مسار العلاقات الاستراتيجيه فيما بين البلدين فيها من منذ تلك البرقيه. اصبحت العلاقات المصريه قويه ومتجذره وقويه. ايضا اصدر الرئيس جمال عبد الناصر بيانا تاريخيا قال فيه ان الوحده لا تتم إلا بالإرادة الشعبية في كل من البلدين وبناء على طلبهما معا. القيادة المصرية دائما ما تحرص على علاقات متميزة مع دولة الكويت. كانت من الدول المؤيدة والداعمة للكويت خلال فترة الغزو العراقي عام 1990. أيضا كان هناك الكويت في المقابل كانت ايضا تدعم مصر في كافه المواقف، ودعمت مصر عندما اعلنت مصر عام 1958 الوحده المصريه السوريه، ثم اعلنت وقفت مصر وقفت الكويت بجانب مصر في مواجهه العدوان وفي عام 1967، ومواقفها جيده وتدعم مصر بقوه خلال حرب 73، وايضا ايدت بشده تأييد إرادة الشعب المصري عندما قام بثورته المجيدة في 30 يونيو عام 2013. العلاقات الدبلوماسية فيما بين البلدين منذ إعلان استقلال الكويت ومصر علاقات متميزة جدا على أعلى المستويات، وهناك بعثات تدريبية وتعليمية مصرية تم إرسالها إلى الكويت. أيضا كان هناك بعثات طلابية من الطلبة الكويتيين إلى القاهرة، وأيضا في مجال الثقافة كان هناك تعاون كبير جدا فيما بين البلدين. أيضا المسرح الكويتي تم تأسيسه على أيدي الفنان الراحل زكي طليمات الذي أنشأ فرقة المسرح العربي 1960. أيضا فيما يخص الإعلام والصحافة، بجانب ايضا لا ننسى الروابط الرياضيه ايضا، وتولي مدربين مصريين تدريب اول منتخب كويتي شارك في كاس الخليج الاولى. الصعيد القانوني لا ننسى هناك عدد كبير جدا من رجال القانون والمستشارين والقضاء المصريين الذين يدربون ويعملون في دوله الكويت مع اشقائهم الكويتيين. في المجمل العلاقات المصرية الكويتية تتميز بالتعاون المشترك في كافة المجالات، وفي الفترة الأخيرة وعقب الإصلاحات الاقتصادية وتطوير التشريعات الاستثمارية في مصر، برز اهتمام كبير من رجال الأعمال الكويتيين بالإنجازات التي تحققت مؤخرا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. و هناك زيارات متبادله لرجال الاعمال، والكويت تعد تقريبا رابع اكبر مستثمر اجنبي في مصر، واتوقع ان يتم توقيع بعض الاتفاقات التي تم النقاش حولها في شهر ديسمبر الماضي خلال اللجنه المشتركه العليا فيما بين البلدين، او التي تم ايضا تبحثها فيما بين وفدي البلدين عندما زار أمير الكويت مصر خلال القمة التي استضافتها مصر بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ. وأتوقع أن يكون هناك تطور كبير في العلاقات الاقتصادية فيما بين البلدين والاستثمارية في الفترة المقبلة، بخلاف الملفات الرئيسية التي سيتم طرحها سواء على
هامش اللقاءات اليومية أو خلال جلسة المباحثات الرئيسية صباح الغد إن شاء الله. نعم، على ذكر هذه الملفات أستاذ محمد، يعني التوقيت الآن دائما ما نناقش مسألة التوقيت لكل زيارة أو لكل لقاء دبلوماسي، وخصوصا إذا كان عربي. مسألة التوقيت ومسألة ما تشهده المنطقة العربية، هل متوقع مناقشة قضايا إقليمية الآن؟ تطورت الأوضاع في كل المناطق التي تشهد صراعات الآن، وربما يعني الكثير من هذه المناطق اقترب على الحلول النهائية فيها أو في المناطق الأخيرة من النزاعات والصراعات في هذه البلدان. ما هي الموضوعات المطروحة أو المتوقع مناقشتها بشأن هذه البلدان وهذه الأماكن؟ الحقيقة أن هذه الفترة تتميز بوجود العديد من الملفات الإقليمية الملتهبة، وهذه الملفات حاضرة بقوة وستكون متواجدة على طاولة المباحثات فيما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت، أيضا فيما بين وفدي البلدين. نعلم أن المنطقة تمر بالعديد من التوترات، منطقة الخليج سواء بسبب تدخل إحدى الدول في شؤون دول أخرى أو بسبب الصراع الإيراني الأمريكي وصراع النفوذ الذي تحول للأسف للتدخل في شؤون دول الخليج وتهديد الملاحة والأمن والسلم الإقليميين. أيضا التغيرات وعدم الوضوح فيما يخص الملف النووي الإيراني، وهذا تأثير هذا الأمر على العلاقات الدولية وبالتالي علاقات دول الخليج وأمنها وسلامتها، باعتبار أن إيران تقع أيضا في منطقة الخليج. لا ننسى أيضا ملف مكافحة الإرهاب. صحيح. ملف مكافحة الإرهاب من الملفات الهامة جدا، ودولة الكويت وملف دولي أيضا، يعني ليست فقط ملف عربي ولكنه ملف عالمي. لا ننسى أن الكويت هي الآن عضو في مجلس الأمن، عضو غير دائم هذه الفترة. فالتنسيق والتشاور مع فيما بين مصر وبثقلها الإقليمي والدور السياسي الكبير الذي يلعبه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة مصر لدول الاتحاد الإفريقي تجعل من اللقاء الثالث الحالي فيما بين الزعيمين هو لقاء هام ويدعم القضايا الدولية وقضايا السلم و محاولات خفض التوتر في المنطقة، بالإضافة إلى الملفات الثنائية فيما بين البلدين وفي كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي. طيب، في على ذكر يعني اخر كلمه حضرتك ذكرتها بمساله الملف الاقتصادي، التبادل بين البلدين، حتى انه العلاقات بين مصر ودول الخليج بشكل عام وليس فقط الكويت، لو حضرتك توضح لنا يعني ابرز ملامح هذه العلاقه الاقتصاديه بين مصر والكويت وايضا بين مصر ودول الخليج بشكل عام، باعتبار انه منطقه الخليج هي من اهم المناطق يعني في النهضه الاقتصاديه، سواء يعني في هذه الدول، في داخل هذه الدول، أو حتى في مصر واستثماراتها في مصر. منطقة الخليج وخاصة دولة الكويت والسعودية ودولة الإمارات وأيضا البحرين لهم علاقات متميزة جدا اقتصاديا مع مصر. الكويت هناك تبادل كبير فيما بين البلدين والعديد من المشروعات الموجودة سواء التي تم إنشائها عن طريق الصندوق الكويتي التي قام بتمويلها حوالي 48 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية والحيوية. العلاقات الاقتصادية والتجارية تعد أحد أهم روافد التعاون المشترك فيما بين البلدين، وهناك استثمارات متراكمة فيما بين القطاع الخاص أو حتى الشركات العامة الكويتية، أعتقد أنه كسر حاجز 15 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر وفق آخر الأرقام عمل أكثر من 1227 شركة كويتية في مجال التجارة والاستثمار في مصر، وهو ما يدعم بالتالي زيادة حركة تنقل الأفراد فيما بين البلدين، وأثر ذلك على حركة السياحة بالإيجاب. هناك أكثر من 64 رحلة جوية أسبوعية و170 ألف زائر كويتي سنويا لمصر، رغم
قله عدد سكان الكويت بالمقارنه بدول اخرى في المنطقه، وايضا التبادل التجاري فيما بين البلدين ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيره، تجاوز 3 مليارات دولار امريكي. لا ننسى ايضا في التقرير الذي تفضلتم واذعتموه الخاص بالعماله المصريه في الكويت، هذه الزياره تمثل دعم كبير للجاليه المصريه في الكويت، وتؤكد اهتمام القيادة السياسية المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بالمصريين العاملين في الخارج ودعمهم ولو حتى معنويا، بالإضافة إلى المميزات الذين يحصلون عليها عند عودتهم أو حتى أثناء بقائهم للعمل في الخارج، مميزات الإسكان، مميزات حجز الأراضي، العديد من الأمور التي لم تكن موجودة في أي مرحلة سابقة في مصر. الانتماء المصري العامل في الخليج او في اي منطقه في الخارج الان لديه انتماء لمصر ويحرص على مصر، وذلك عندما راى التقدم الكبير والاصلاحات الاقتصاديه والوضع المميز الذي وضع فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بين الامم. هناك ايضا تعاون استثماري فيما بين البلدين، وسيكون هناك طرح للمشروعات الاقليميه الكبيره الموجوده على الساحه حاليا، و الخريطة الاستثمارية التي وصلت عدد الفرص الاستثمارية فيها الآن إلى حوالي 3000 فرصة، وأعتقد أن هناك مشاركة في مجالات التعاون اللوجستي وأيضا النفط والغاز ومباحثات، بالإضافة إلى اتفاقات التي سيتم توقيعها بشكل رسمي غدا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام.